الحقيقة يا أبو حمد، أهلنا بانين عمارتنا على صندوق التنمية وعرفوا قل دبرتي أنا والأخ حمود، قاموا عطونا كل واحد شقة شقتين في نفس العمارة ونفس الدور، والحمد لله. وأنا عندي سيارة اللي واقفة من برا، هذه سيارتي، وحمود سيارته في المغسلة إلى الحين هم يغسلون فيها. أوه، أثر أموركم تيسر ما شاء الله عليكم. على العموم بالنسبة للمهر 30,000 كل واحد يدفع كاش على طول، أما من طرف الباقي أقساط 90,000 ريال. سامعين ولا لا؟ وش هالكلام هذا؟ أقصد يعني 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 شلون كذا؟ يعني ما أنا من رأي أخوي حمود، أنا من رأيي إنك تستهدي بالله وتخلي الخال يكمل نشوف شو اللي عنده. تقى؟ أهقى إيه؟ أنا أسف. معذور. سم يا خال. سم. كلهم مملوحين. بس من بين عليهم كشخة بلا كشخة بلا خلطي. خلينا نطلع من بيت الوالد. صح، أهم شيء من بيت الوالد. طيب يعني لو 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 يعني احنا موافقين على كل شيء، نقدر نشوف البنات؟ أي بنات؟ يعني البنات اللي نبي نوقع الكمبيالات حقتها. يعني لازم؟ شرع الله. أجل خلنا نشاورهم أول ثم نرد لكم. طيب. أي. هالحين من الكبير منكم هالحين؟ هذا أنا أكبر منه. أي طيب، الكبير يقعد وانت قم اطلع من ظاهر للناديك. يلا. ليش؟ أدري خب ما يبونك. قايل لك البس بيش تبني بس ما تسمع. ادخلي ادخلي. مساء النور. كيف الحال؟ بخير ونعمة. شلون الوالد والوالدة ومن الوالد موجود عندك؟ والوالد هو مالك بهالجوم. اخلص. استأذن. توكل على الله. تحياتي واشواق الحارة. الحرارة تشب في جلدك. تسلم. اذكر الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص شفت البنت؟ الحمد لله. ايه شاخ طلقه. استح لك هذا محرمنا. انت قد حس صار تصدق حسيت بربكه ودربكه. ربكه ارتبكت ما عاد بديت اخربط. يلا 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 دوري. يلا صح. أقول لك الحين إذا هذول يسمع. طيب لا أدخلي. أدخلي يا بنت أدخلي. خليك حولي. يا مساء الخير. كيف الصحة؟ ايش فيها طرمة؟ بسم الله على بنيتي. حتتكلم؟ اي مستحية خجول. ردي عليه يا بنت مسيه بالخير.
يا مساء الخير والسرور والبرور والمرور. كلهم؟ كلهم. أستاذ توي الناس يا عمري. ليش؟ وش اللي عمرك؟ على عمرك ماني بقايل. احفظ لسانك وخلك رجال. بس كنا يعني ندردش شوي ولا ترى ما هو قصدي. صدقين يا لطيف ان الحياة الزوجية كانت مطلب ملح عندي. بس انا سامعة انك متحمس للزواج من الخارج. من اللي يقوله؟ زوجة حمود. حتى بالمارية كنت خايف من الثعالب. انا كذاب؟ حمود اللي يقوله. حتى بالمارية يقول حنا شهبال لهبال جحيد وبعيد. حمود هو اللي قاعد يقول ذا الحكي. اقسم بالله انا ما قلت. حمود اللي قاعد يقوله. اقسم بالله اني ما قلت الكلام هذا. اللي قال الكلام هذا كله معميد. وبلا ماريا روح يقولي لهم كان اول ما بدينا قاعد يغسل ايدينا في المغسله يوم شاف مرايه يوم شاف شكله كش. قلت له وش فيك؟ قال ذي اشكال يعني وجه. قال ذي اشكال هذه يقول خلفه شيفه. طيب وش يعني وش الداعي يا حميد؟ ايش الداعي الكلام هذا؟ قال ان انا ترى اذا بغيت اعرس ماني معرس من هنا بروح اعرس من الخارج. يا حميد عيب عليك يا حميد خاف ربك. شوف بنات بلدك تقعد تروح تتزوج من برا وتخلي بنات بلدك ولا عندهن احد ولا قال شيء ولا. اصلا انا مصدقه وعارفه انك ما تكذب بس حبيت اتاكد. تبين الصدق؟ هو اللي خلاني أسافر أول مرة. تصدقين؟ اسمع شوف لا تقعد تقول اسمع وما اسمع. الشغل وخل الأمور اللي بالبيت وخلها بالبيت. وش اللي خلاني خلف البيت؟ قاعد تخلق على حرمك؟ شو بلاك أنت؟ أنت قاعد تنصب علي وتقول فيني وما فيني وتبيني أسكت وأنت قايل أبعد إني أنا قايل إن أنا أقول إنها شبان الهبان. لا تعلم بكل شيء. لا تصير خقاقة. ما أقدر. شو أسوي؟ ربي خقيت بكل شيء. بعد كل شيء يعني على خفيف شوي. الله لا يعافيك قلامي. آمين. عسى ما علمت بسفرتنا. أنت لا تقعد تحرجني كل شوي. ترى هذه أشياء خاصة بيني وبين حرمتي. مو بشوي عسى ما علمت. في شيء اسمه خصوصيات. وبعدين قلت لك أنا يعني عشان لا تحرجني أنا كنت أمام يعني لحظة اعتراف. الله لا يعافيك. هذا أنتم يا السعوديين إذا قربوكم مرة خقتوا بكلش ما تمسك أعصابك. أنا ما أقدر. أنا ضعيف أمام المرأة. وأنا أضعف منك قدام المرأة. بس ما نخقخق ما نعلم بأسرارنا. سوي قل له شو سوي. احتر روحك لا تحكي عني. انا قل قصص كلها بس انا وش دخلني. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا تصدقين ما عاد نقدر نسدد الاقصاد. وش اقصاده؟ اقصاد الصالون. اي صالون؟ اقصادك انت. ترى امورنا الماديه ترى هي ترقل. وانا اقول يعني لازم تلاحق اعمارنا الحين. نشوف لنا ارض ولا نشوف لنا بقاله ولا دكان ولا ان شاء الله الواحد يبيع فصفص. اي فصفص؟ ما فصفص. اي بقاله اي ارض. انت خلني نفتك من ابوي بعدين فكر. فصفص ما فصفص. مين؟ ابوي. وش هو؟ وش نقول له؟ قم وين اروح؟ اتخبى في اي مكان. وين تروح؟ فين
أيوه هلا يا بات. وينه؟ دورت. ما هو في رجل يطلع. وشلون مو في؟ مو في موجود بالبيت؟ لا لا عنده شغل طلع برا. اسمعي، هو بيتمسكن ثم يتمكن، يوم صك على الحرمة خلاص. هذا حلالي دراهمي. ايه؟ وانت بعد خلتش مع ابوك. ايه؟ افزعي لي ان شاء الله. زين. ايه؟ شوفي انساب ما انساب ما عندي. ايه؟ هذا دراهمي. ايه؟ بيني وبين المحاكم، بيني وبين هالشرع. ان شاء الله ان شاء الله. علمي. ايه؟ ان شاء الله. يبقى. زين. ايه؟ ان شاء الله. سلامه يبا، مع السلامه. محاكم شرع بينك وبينه. تراك تراك هذا طولك، تراك ما تسوى نفخه نفخه اطيري. يا شيخ يا شيخ يا شين وخر عننا. أبوي تقول عنه كذا؟ وأقول لأبوه وبوبوه. طيب يبا؟ صباح الخير يا بريدة، صباح الخير من دراب إلى شقرة، صباح الخير. لو تعبر عن وناستك بأسلوب ثاني مو بأصراف. صوتي شين؟ مو بشين بس مالك علاقة بشي اسمه طرب. الخال الخال لا تفتحين لا تفتحين. أبوي وش أقول له؟ تصرفي. طيب وأنا وأنا أروح؟ الدولاب الدولاب الدولاب. والسيارة؟ نقول خربانة نقول خربانة. لا تفتحين بسرعة. عنتر. ايه هلا ابو لذي. قلناها اللي مو بقده يخلي في باريجه. شوف اقول يا 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 محاسن الاصداف، تصدق تصدق اني كنت ابجيك اليوم بس تصدق؟ لا ما يحتاج، هذا انا جيتك في ايده. هي. وين شيبوب؟ اظن الناس في البطاقة. اقول لك طلع البطاقة شوف باب ابوك اخلص. ابوك هي؟ اي طلع طلع يلا هذه لقينا لقينا البوك. يلا طيب طيب طلع البطاقة يلا. معي البطاقة بس طلعها. ايش عاد طلع شلون نصرف وانت زانطني؟ يلا بس اصرف يلا. شاب شاب يلا شاب يلا بسرعة. أقول لك ترى أنا ما أقبل كل يوم والثاني يقعد أبوس يجرجرنا من هنا. وترى ترى حنا ترى لنا كرامتنا ترى. خلا تقبل ما تقبل أبوي ما أبوي كرامته بشيء. وش ذا وش ذا التشخيص ها؟ وش اللي لابسه يا شيخ؟ أيوة إيش رايك؟ عجيب أنت كذا كذا. نعم يا سلام. نعم يا سلام. بس قل لي قل لي قل لي قل لي ها ها من وين لك روب الحمام هذا ها من وين؟ أبا أقول بس لا تقولين لحي. إيه ما أقول. هما يوم حنا يوم حنا كنا نسافر أنا ومحمي. يوم سرقت من الفندق. سرقت استغفر إلا وش صار بموضوعنا الحين؟ إيه موضوعنا نحلل أحسن ونشوف في حمل ولا ما في. طيب يعني إذا صار في حمل يعني وش يصير؟ إذا صار في حمل بيجينا يا ولد يا بنت. شوفي ترى إذا 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 صار إذا صار جاتنا بنت سميها أنت، وإذا ولد أنا ترى اللي بسميه. تدري لذاك الوقت يصير خير. زين سأقول لك خبر. أختي لطيفة حامل. قولي والله تصدقين محيميد ما قال لي. يا محيميد بالمساحة والكلمة الطيبة أبوي ما يقصر، بس أنت وحمود ما عندين
تبين الصد؟ ما عاد نقدر نسدد لا أنا ولا حمود، هذا ما عندنا عيال. أجل لو يجي عندنا عيال وش نسوي؟ صدقني لو تشرح وضعك أنت وحمود بالهداوة للوالد ما يقصر. شوفي افتح الباب وإذا صار أبوك يقولي ما نب فيه زين؟ إن شاء الله. هلا هلا باختي وحمود. هلا هلا تفضلوا حياكم. هلا لا محمود لحظه. هلا شلوني شلوني انتي حصه؟ طيب لا عفيك. لا محمود يلا ادخل انت. هلا هلا حمود. هلا كيف حالك؟ وشو معلمتي؟ وش علمك به؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. وراك معلمتي؟ طيب تعرف أسرار وأنا ما أحب أسراري تطلع خارج أسوار بيتي. تعال استرح فقعد. الله يسلمك. وأنت بعد ما شاء الله يقولون حامل. حنا هالحين بلشين بهالخط والمصاريف كل مالها تزيد، فأنا من رأيي يا حمود نواجه مواجهة الرجال ونقول لي يساعدنا. شوف ترى ذا اللطفة ذا تراه مو بسهل، ما حد يقدر عليه. أنا قالت لي لطيفة إن المساحة والكلمة الطيبة توديه وتجيبه، نروح لمه ونشرح له وضعنا الأسري والاجتماعي وربنا إن شاء الله يحله، احتمال يحن علينا. يعني أنت يعني هكوتك يعني يبي يساعدنا؟ ما اعتقد يا حمود ان الظفر يطلع من اللحم، ان القحط ولا ما ضرها الجمل. ما هو بالجمل ولا ما ضرها الفحل. الفحل قل قل تقدر تقولها الحين. دربيل دربلنا ودربيل ما دربلنا دربيل ما دربلنا بصراحه. دربيل دربلنا دربيل ما دربلنا البه. ما تعرف؟ لا قلتها صح تو. على طار العيال وش بتسمي ولدك؟ والله ودي احتفظ في نفسي. لا علمني. تعرف والله كنت اتكلم انا وحصه قالت لي وش تبي تسميه؟ قلت والله ودي اذا جاني ولد بسميه جهاد. اخس يا العسكري بصير ابو جهاد. والحين انت اذا جاك ولد ايش تبي تسميه؟ بسميه لؤي. والله الحين ايش معنى لؤي؟ لؤي نوع من انواع الفلفل، مو بالفلفل اللؤلؤ. والله ايش معنى ابو جهاد؟ ابو جهاد يمكن ما ادري بس يمكن نوع من انواع ايش اسمه؟ يمكن الياقوت. يمكن الياقوت. ويا الياقوت يا الزمرد. يمكن ما بيت. وبعدين وين هالغيبة يا شباب؟ والله نعرف يا خالد حقيقة حنا ما لنا وجه نقابلك، ومتأكدين ان حنا مقصرين بحقك. حتى اسأل الاخ حمود. هو صادق يعني حنا انا عن نفسي انا كل يوم اقول الله يكافينا شر الدنيا، الله يكافينا شر الفلوس اللي تفرق النفوس. المهم الزبدة. يعني الزبدة الحقيقة الزبدة هي يعني. تسمح لي يا اخ حمود. تفضل يا خال. حمود خان هالتعبير، هو وده يبشرك يقول ان لطيفة وحصة حاملين وبيجيبون ان شاء الله ذريه صالحه تربى في عزنا، ويبدون ينادونك يقولون يا جدو. بس احنا عندنا هالمشكله اللي ودنا تساعدنا فيها، مشكله الاقساط ودنا تراعينا. وهالحين ابو جهاد وابو لؤي يبون يعني مراعاه في الاقساط. يعني نقول جعلك ذخرا لنا ان شاء الله ويخليك ان شاء الله. ها بشر. مش أبشر ما رقونا. يعني نبي نموت وحنا على الوظيفة هذه ولا شلون يعني؟ مش راح قل له تقول لي أنا أشق جيبي؟ لا تشق، احنا عندنا دراهم علشان نقعد نفصل. يعني يا أخي احنا الحين لاقينها من ذا الخال هو وأقساطه، ولا لاقينها من ذا الفواتير؟ لي تدري فاتورة الكهرباء
كم جتني البارح؟ كم جتك؟ جتني 1321 ريال. وانا انا 1425.76 هلله. طيب حذر عن شركه الكهرباء هم يسمعون. عمرك شفت الشقه 1476؟ انا من اول 250 340 نقول حليلها 1400 كهرب. صدق؟ صدق الحين انا قررت قلت لهم ما عاد ابي اشوف شيء اسمه لمبه. وش بتسوي؟ كلها سراج. سراج وتريك. وتريك. خلاص خلاص. تتقعد لمبه 1400 كل شهر عنده ادف بس ادف. تعرف 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 يا حمود ان المصاريف دي وين تجيب؟ من تجيب من ذا المكيفات بعد. بهفات؟ بهفات حر. ها. لهاب. والله ولا مكيف ولا غيره. تدري؟ ها. شوف هو ما في حل عندنا الا الا بعد كل صلاة تصليها نقعد ندعي ربنا انه انه يخفف حق اسعار الكهرباء. ندعي يا رب يا رب ان شاء الله انه تخفف اسعار الكهرباء. والتليفون نحطه معهن؟ تبي نحط التليفون؟ والله بعد التليفون اظنه غالي. يكذبون علينا يقول احنا ارخص ناس وخرط. والله اي والله يلا ترى يا رب ان شاء الله نسد رقص عدى ليش اسمه الكهرباء يا رب تخفف اسعار. لطيفة السلام عليكم. وعليكم السلام. وين امكم؟ وانا مدربة. ما تدرون؟ فيها. لطيفة لطيفة جهاد كفاح نظام حرب وين امكم؟ والله ما ادري. ها ها هلا حمود. وين حرمتي؟ ما عندنا. انا ادور حرمتي. حرمتك ما في؟ لا ما في حرمتي. لا تقول الندفة. الندفة وشو؟ صديق خذ حريم انا. جاء وخذ حريم انا. ها وخلانا من غير حريم وخلى عندنا ذا البزارين. بس احنا ما اتفقنا ان احنا ان ياخذ حريم انا. شف ها شف ذا الندفة ذا؟ الندفة هذا بطلع الاقساط اللي معطيني اياه واطلعها من ورا خشمه. شلون؟ جتني. تعال وين؟ تعال 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 ان شاء الله بتسددون. ولا حنا مسددين. انا بالنيابه عن نفسي وعصاله عن ابو جهاد ودي نفسخ العقد. لطيفه اللي هي راس المال وعندك وهذه الارباح بسم الله ارباحها. السلام عليكم. والوجه من الوجه ابيض. تفضل اخوي ابو جهاد. وانا ما ازيد على ابو لؤي. حرمتي خلها عندك ما بيها. وهذولا بزاريني هم لك ارباح والوجه بالوجه ابيض. السلام عليكم. السلام عليكم ابو لؤي.